دعوة أحد أهم قيادات الإطار التنسيقي الشيعي زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي، اللي تحدث بصراحة عن الحاجة الماسة لإجراء انتخابات مبكرة نهاية هاي السنة 2024. أكو هنالك مسألة بقضية عملية المداولة الآن بالإعلام، أن هنالك خلاف يتداول ما بين حكومة السيد السوداني والسيد المالكي أو دولة القانون، غير موجود هذا في أرض الواقع. بالتالي كل ما هنالك أكو استراتيجية جديدة لدى دولة القانون، وإحنا أولا هي مو مناورة سياسية، طرح السيد السوداني إجا عن دراسة من مجلس الشورى اليوم، وبالتالي قدمت تقارير عن عمل السيد السوداني داخل اليوم رئاسة الوزراء، شون التقديم اللي قدمه من ذو استلم السيد السوداني إلى يومنا هذا. احنا لقينا اليوم المشاريع حقيقة مو اللي نطمح لها. الشيء الثالث والمهم، هذه قضية الصدريين، الصدريين لحد الآن ما متبنين فكرة الانتخابات المبكرة، ربما هم الآن كل جهودهم وتحشيدهم في قضية التهيئة لرسم خارطة المشاركة بالانتخابات، فهذا مو من باب التنسيق. أنا أعتقد الموضوع مالكي إطاري، الشارع الآن يومين ثلاثة متذمر على الكهرباء، بعد فترة بس شوية يصير رخاوة بالموضوع، الجو يستعدل، يطلع لنا وزير كهرباء ويطلع لنا السيد السوداني نجحنا، وهذه مسألة كلش طبيعية. إذا ماكو قوة سياسية تحرك هذا الموضوع فالشارع ما يتحرك، هذه واضحة هذه القضية. لكن احكي لي بالنتيجة، النتيجة الأساسية، نحن إذا الانتخابات المبكرة حل أزمة، أنا أعتقد شيعيا ممكن، لكن حل أزمة البلاد انتخابات مبكرة ما تملك أزمة. هناك هذه الصعوبة الفنية في إجراء انتخابات، يعني لو وصلنا رابع خامس، يعني ما يبقى هو من شهر 11 الخامس هو 6 شهور، يعني ليست هنالك داعي لإجراء هذه الانتخابات المبكرة. ومثل ما قلت ليس هنالك استعداد فعلي للقوى السياسية لإجراء هذه الانتخابات المبكرة. الحديث عن المسار المألوف كما قلت سابقا هو حديث خرافي.